اللي رايح مصر؟ بنت عمك هتقعد تضحك عليكي. بنت عمك دي انت بتضحكي عليا؟ هاتيها كده. الو عامل ايه؟ ما تقولهاش ما تقولهاش انت رحت مصر. اه انت كنت مسافر فين؟ تضحك عليكي ما رحتش مصر. ثواني بس انا بكلمها. ثواني اه بتتمشوا يعني؟ ده بيتمشوا هنا يعني يا جوني. ما مصيف ايه؟ مش مصيف يا عم. يلا خدي كلميها بقى. سنتي رحتي مصيف؟ ما تضحكيش عليا قولي الصراحه. انا رحت مصيف عايزه ايه يعني؟ مصيف عايزه اروح. مصيف ايه يا بنتي؟ مصيف ايه؟ يا بابا هي خرجت مصيف مش مهنانا. طب اقفلي معاها. طيب انت بتسمعيها ليه احنا بنتكلم؟ اقفلي معاها الاول. لا انا عايزه اروح مصيف. طب كلميها اقفلي معاها. هاتي الو. اه يا حبيبتي. لا جوني دخلت الحمام بس، دخلت الحمام وبعد كده لما يا بنت ما دخلتش يا بنت. طب انا كداب يعني؟ طب انا طلعني كداب؟ ها؟ شيء شايف كده طلعني كداب؟ اه دخلت الحمام. دخلت الحمام وهتطول شويه، احتمال بعد الشر تستحمى يعني. بعد الشر احتمال تستحمى. ماشي حبيبي، طب ما تخرج خليها تكلمني. بس انت ما تقولهاش بقى موضوع مصيف و ماشي؟ يلا سلام. سلام يا حبيبي، سلام. سلمي على بابا. سلام. بابا انت ليه قلت لها ان انا استعمل؟ في ايه بقى؟ انت دلوقتي عايز ايه؟ انا عايزة تخرجي تروحي فين؟ احنا مش قلنا المصيف ده احنا ما بنروحش مصايف؟ ليه؟ يا بنتي اسمعيني، انت مش عايزة تفهميني ليه؟ مش انا في مرة من 3-4 سنين كده وديتك حمام سباحة؟ لا، انت ما وديتني، ماشي، وديتني انا عايزة اروح البحر. انت البحر ده غريق وغدار وساعات بيسحب كده الناس، لا الواحد يجي يعني يحوم كده مسحوب جوه. انا بحبه. هما راحوا فين؟ المصيف. راحوا فين في المصيف؟ يعني بلد اسمها ايه اللي راحوها دي؟ شرم الشيخ. راحوا شرم الشيخ؟ اه. خلاص انا ممكن اوديك في مصيف. خلاص؟ ماشي. طيب. بس؟ الو. يا حسين عامل ايه يا حبيبي؟ اه بابا. اه بقول لك ايه، عايز اسالك سؤال كده بس. اسالك سؤال بس كده، فاكر حدائق القبه؟ ايوه ايوه واحنا صغيرين ما كنا بنروح هناك. يا بنت اهدى يا بنت. حدائق القبه عند القصر الجمهوري كده، قدامه قدام القصر الجمهوري. مش كان قدامها في نافوره؟ قدام القصر الجمهوري كان في نافوره كده، كان اي عريس وعروسه. استني استني. ايوه النافوره دي لسه شغاله لغايه دلوقتي يعني، فيها ميه وكده. حلو حلو قوي حلو قوي. فيها ميه؟ اه. في عيال بينزلوا فيها بلابيس؟ بلابيس ماشي يا حبيبي. اه لا اروح اتمشى هناك انا وجوني دلوقتي شويه. اصل بتقول لي عايز اروح بحر، فانا بقول لها ايه، احنا زمان احنا صغيرين فاكر يا لما كنا بننزل انا وانت بلابيس برضه. اه ماشي. اه انا خلاص انا هروح. شكرا يا حبيبي. شكرا شكرا يا حبيبي. يلا سلام يا حبيبي. ايه في ايه؟ ما محضرني البحر وحمام سباحه كبير في وسط الشارع والناس كلها شايفاه. انا مش عايزه اروح نافوره. مش عايزه اروح بحر. ما هو ده بحر. بص بص اقول لك، انت اللي يهمك ايه؟ مش ميه وبلبطش وتروح تعملي كده اهو. لا هجيب مايو. لا هجيب لك مايو. حلو خلاص هجيب لك مايو. انا مش عايزه مايو، انا عايزه البحر الكبير. طب اقول لك على حاجه، انا احكي لك حاجه حكايه كده
عشان تفهمي وتعرفي ان ده يعتبر بحر. لا هو مش بحر. طب انا عارفاه وانا صغيره انا الرعب. اسمعيني لا اسمعيني احنا صغيرين انا وعمك ايه كنا بنروح المكان ده كان بيه معفوره كبيره ومليانة ميه تحت بقى كده واحنا كنا نقلع هدومنا كلها ونقف ثواني اسمعيني هتنزل معايا لا اسمعيني اقعد اسمعيني يا وكنا ننزل كلنا العيال كلها تلف كده حوالين النافوره ايه يا بابا نافوره معفنه طب اسمعيني انت سمعتيني اسمعيني للاخر وبعد كده اتكلمي خلاص خلاص وكلنا كده ايه قاعدين واقفين حوالين النافوره ويجي راجل كده كرشه قاعد يقول لك ولا محدش ينط الا ما اقول له ينط فاهمه بتضحك على ايه؟ بتضحك على ايه؟ هو راجل كان جيب بجد عجبتك قوي دي؟ يبقى عجبك بقى المصيف انا هقول لك ايه؟ لو عجبتك وديني البحر ماشي لو ضحكت ماشي ولو ما ضحكتش ما توديني خلاص انا موافق بلا بحر بنتي بتقلب بحر ومصيف وبتاع مالها المفروض